مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. ألف مبروك يا دنيا. مبروك يا حبيبتي. مبروك يا حبيبتي. ايه ده مالك؟ مش شكلك مش مريحني دبلانة كده ليه؟ لا عادي ولا حاجة. ايه دبلانة ازاي بقى؟ ده صابرين حبيبة قلبي ضحكتها كانت مسمعة الشوارع اللي حوالينا كلها قبل ما حضراتكم تشرف. لا عادي، ما هي معروفة أول ما بتبدأ بضحك يبقى لازم تنتهي بغم. عسل حماتي. عسل أسود يا جوز بنتي. طمنيني عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجة. يا نسبتي؟ ايه ايه يا نسبتي؟ ولا حاجة ازاي؟ ايه نسبتي دي في ايه يا ابني؟ لا 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 مفيش حاجة ولا حاجة ازاي بقى؟ ده احنا ما سبناش حاجة ما عملناهاش صابرين حبيبتي، ما قصدها ما سبناش حاجة ما عملناهاش. يا سلام كده طمنت قلبي يا حبيبي. علمتها رماية الطبنجة 9 مللي؟ علمتها ازاي تقبض على مجرمين؟ علمتها ركوب الخيل؟ ركوب الخيل ده احنا كنا دلوقتي قبل ما انتوا تشرفوا كنا احنا هنا رهوان، ده احنا وقفنا بس لما حضراتكم شرفتوا خدنا بريك. احنا اصلا في بريك من امبارح. ايه بتهزر صابرين حبيبتي بتهزر. هو في ايه؟ هي البنت كل ما تيجي تقول كلمه تنط بقها وتسكتها ليه؟ ها؟ وما بينا يا صابرين يا حبيبتي علشان انا عايزه اعرف ايه اللي حصل، اصل فار بدا يلعب في عبي وعايزه اطمن بقى. بلاش لسان الفار ينط. تعالى هنا كلمني. هو في ايه حصل حاجه؟ ما هو الحكايه انه ما حصلش اي حاجه. يا نهار اسود وحشه. ما حصلش اي حاجه وحشه. كده طمنت قلبي حبيبي. بابي. يا من عايزه حاجه؟ أنا كنت عايزة موبايل جديد وشوية هدوم كده. شوية هدوم ماشي، بس الموبايل اللي معاكي ما هو جديد. لا ما أصل كل صحابي كل معاهم آيفون إكس. ماشي يا ستي. Thank you, Bobby. ايه ده جمال؟ يا حبيبتي فلوس عشان تشتري هدوم جديده وموبايل جديد. في حد يدي بنت في ايدها مبلغ زي ده؟ انا هاخد الفلوس دي وابقى اجيب لها اللي هي عايزاه. يعني كاف الف طلع اسمه كمال اكرامي. سافر اليابان في بعثه تعليميه عشان يتعلموا هناك نظام تعليمي جديد بتطبقه اليابان اسمه التوكاتسو. المفروض ان هم يجوا يطبقوه هنا في 212 مدرسه هتبنيها اليابان هنا في مصر على حسابها. طب وهو ايه اللي طلعه حاجه زي كده؟ المفروض انه كادر اداري. يعني هي جت عليه هو اهلال ده كل اللي سافروا معاه في البعثه اداريين في وزاره التربيه والتعليم. مش كده وبس، دول كملوا العدد بقرايبهم كمان على اساس انهم مدرسين. يعني راحوا يتفسحوا شويه ويفكوا عن نفسهم على حساب الدوله. ربنا يستر بس وما يتفشوش في اليابان ويتعرف انهم مش مدرسين، هتبقى فضيحه. يعني فرصه وجات لينا ان احنا نعلم المدرسين بتوع نظام جديد ينفع الطلاب، نقوم نضيعها من ايدينا عشان هو واصحابه يروحوا يتفسحوا. بس في حاجه يا ليل، انت قلت لي ان كاف الف ده معاه دكتوراه، عفاف اختي قالت لي ان كمان اكرامي ده لا دكتور ولا حاجه. جبت لك اخبارهم عالمي. طب كويس، استنى لما اكتب وراك. ليلى الشناوي هجرت بره مصر من سنين. ونعيمة؟ لا لا مفيش حد بالاسم ده. الشيخة ريهام شفيق. شيخة ايه؟ دي ممثلة. لا ما هي اعتزلت اعلامي وبقت داعية. تغيير مهنة يعني. يبقى اكيد هي دي الدكتورة. لا لا الدكتورة دي ليلى الشناوي اللي هجرت. هجرت. وده حصل لها ازاي؟ دي صورة للولاد بتوع السايبر اللي بيسربوا الامتحانات. عمل لي نشرة بيها. احنا بندور على النت والفيسبوك والسوشيال ميديا للولاد اللي في السن دوت. في خلال ساعات هنقدر نجيبه. الامتحان بعد بكره. يعني العيال دي لازم نوصل لها قبل الامتحان. تمام يا فندم. ريهام شفيق طلعت داعيه مش دكتوره زي ما هو مكتوب في مذكرات مريم. ليلى الشناوي دي اللي معاها دكتوراه وده هجرت لامريكا. بس لو جبنا الايميل بتاعها هنعرف نتواصل معاها ونكلمها على النت. يبقى انا لازم اوصل لريهام شفيق. بعد ما بابي وافق واداني الفلوس مامي جت واخدتهم مني.
فما عرفتش اعمل ايه يا سيدي. انا حتى فكرت ابيع الموبايل واللابتوب بتوعي واقول لها يا سيدي ان هم اتسرقوا، بس دول مش هيجيبوا لي اكتر من 20,000 جنيه. انا كمان ما عرفتش اتصرف في المبلغ. طب وبعدين يعني؟ يا منى اتصرفي اتصرفي يا منى، ان شاء الله هتسرقيهم. اسرق؟ هنعمل ايه يعني؟ انت مش شايفه التهديد؟ اليومين دول بقينا ننام ونصحى على ألعاب شيطانية مصحوبة بحملات إعلامية هدفها إنهم يخرجوا المرأة من بيتها علشان تختلط بالرجالة تحت أي شعار. عايزين يخلونا ننسى حيائنا ونقلع حجابنا. شيخة ريهام، في ناس عايزينك بره. نزلوا النقاب يا فتيات، ما يصحش تتكشفوا على رجالة. انتوا مين؟ أنا اللواء مندور شكري. يا أهلا وسهلا، ارفعوا النقاب يا بنات، إنهم من أهل الدار. تفضلوا تفضلوا، قوموا أنتوا يا بنات قوموا. تفضلوا يا أهلا. أنا قلت إيه خلاهم يعملوا كده؟ أنا كنت جاي أسألك. سعادتكم تسألوا براحتكم وأنا أجاوب، بس يا ريت تستنوني أخرج البنات عشان نتكلم براحتنا. روحوا أنتوا يا بنات، الدرس خلص، يلا مع السلامة. أنا كنت لسه مجهزة تقارير سرية عن الأخوات وكنت هقدمه بكرة للواء بكر. مش سعادتك زميل اللواء بكر؟ لا، احنا جايين في موضوع تاني الحقيقة. أنتوا مين؟ أنا هلال كامل الصحفي، كنا جايين نسأل عن ممثلة كانت معاكي في مسرحية شقاوة بنات. لو سمحت، أنا اعتزلت الفن من زمان وتبت إلى الله. استغفر الله. وحد قالك تعملي حاجة حرام؟ جاوبي على هذا السؤال. أنا ما قلتش حاجة سعادتك. بالراحة يا سيادة اللواء، بالراحة بالراحة. أنا كنت جاي أدور في سر انتحار مريم رياض. الله يرحمها. وعايزك تساعدينا. أساعدكوا إزاي؟ كان في ممثلة معاكوا في العرض كانت متجوزة عرفي ومعها دكتوراه. ما عرفش قصدك على مين، بس ممكن تسأل ليلى الشناوي ونريمة. أمال مين نعيمة؟ يا نعيمة، أنت جبت الاسم ده منين؟ ما نريمان هي نعيمة بس غيرت اسمها. آه، طب ونريمان دي ألاقيها فين؟ نريمان مش ممثلة. هي رخرة غيرت شغلتها؟ لا، ما هي أصلاً رقاصة. رقاصة؟ أنا كنت جاي أسألك. سعادتكم تسألوا براحتكم وأنا أجاوب، بس يا ريت تستنوني أخرج البنات عشان نتكلم براحتنا. روحوا أنتوا يا بنات، الدرس خلص، يلا مع السلامة. أنا كنت لسه مجهزة تقارير سرية عن الأخوات وكنت هقدمه بكرة للواء بكر. مش سعادتك زميل اللواء بكر؟ لا، احنا جايين في موضوع تاني الحقيقة. انتوا مين؟ أنا هلال كامل الصحفي، كنا جايين نسأل عن ممثلة كانت معاكي في مسرحية شقاوة بنات. لو سمحت، أنا اعتزلت الفن من زمان وتبت إلى الله. استغفر الله. وحد قالك تعملي حاجة حرام؟ جاوبي على هذا السؤال. أنا ما قلتش حاجة سعادتك. بالراحة يا سيادة اللواء، بالراحة بالراحة. أنا كنت جاي أدور في سر انتحار مريم رياض. الله يرحمها. وعايزك تساعدينا. أساعدكوا إزاي؟ كان في ممثلة معاكوا في العرض كانت متجوزة عرفي ومعها دكتوراه. ما أعرفش قصدك على مين، بس ممكن تسأل ليلى الشناوي ونريمة. أمال مين نعيمة؟ يا نعيمة، أنت جبت الاسم ده منين؟ ما نريمان هي نعيمة بس غيرت اسمها. آه، طب ونريمان دي ألاقيها فين؟ نريمان مش ممثلة. هي رخرة غيرت شغلتها؟ لا، ما هي أصلاً رقاصة. رقاصة؟